باشمهندس طارق رشاد، اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا حضرتك واحد من الشعبيين المعدودين في مركز مدينه الدخله. حابين نتناقش مع سيادتك النهارده بشان الجامعه الافريقيه اللي هيتم انشائها في الوادي الجديد. كان في بعض النقاط كده المواطن كان حابب ان هو يعرفها. اتفضل. الاول ده بشكر حضرتك طبعا على اتاحه الفرصه دي، وبشكر سياده المشير عبد الفتاح السيسي طبعا، لان في قرار ان شاء الله هيصدر قريبا بانشاء الجامعه الافريقيه على ارض الحصه الوادي الجديد. بس الخلاف يا زحمه يمكن اللي احنا بنتكلم فيه كشعبيين على ارض مركز الدخله، ان احنا كحقنا كمركز او ابناء مركز الدخله حاسين ان مركز الدخله يعني مهضوم حقه شويه. يمكن الكلمه دي بتضايق ناس كتير، بس ده احنا اللي ملاحظينه في 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 حته ايه، ان حضرتك اشمعنى مركز الدخله؟ مركز الدخله ناس كتير ما تعرفوش انه يعتبر اكبر مركز على مستوى مراكز محافظه الجديد، اكبر عدد سكانا، يعتبر اكبر حتى في الوحدات المحليه. يعتبر عند حضرتك يمكن 18 وحده محليه في مركز الدخله، 55 قريه. دي جزئيات كتير المفروض تاخد في الاعتبار، ان الجامعه الافريقيه دي المفروض تكون في المركز المتوسط محافظه الوادي الجديد اللي هو مركز الدخله. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه حضرتك لما تيجي تبص اشمعنى يمكن احنا مش متحيزين لمركز الدخله او كده، لا، لان انت عندك جامعه الوادي الجديد او اللي فرع الصوت حاليا دلوقتي يعتبر في مركز الخارجه، فازاي حضرتك مثلا تحط جامعتين في مكان واحد؟ تمام، انت بتقول تنميه، التنميه ما بتجيش صدقني مثلا من انك انت بتنشر حاجات على حدود التنميه، انك انت بتزرع بشر على الحدود وبتنمي. فالجامعه دي فعلا لو جت عندنا في مركز الدخله هيبقى لها يعني شأن كبير، لان احنا عندنا برضه الحاجه اللي انت تعرفش حضرتك، احنا عندنا نسبه بطاله كبيره جدا، في لان احنا ما عندناش مصانع او ما عندناش يعني الحاجات اللي بتشغل الشباب، فدي هتعتبر نواه للمشاريع وطرق وحاجات كتيره، تشغيل المطار عندنا، طريق جديده منفلوط، فكل الحاجات دي هتساعد فعلا انك انت تشغل شبابك وحته الانفتاح على العالم الخارجي. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه في سؤال بقى انا بوجهه للمسلمين على ارض محافظه الوادي الجديد. اشمعنى محافظه الوادي الجديد استاذ احمد؟ يعني تلاحظ انها من المحافظات الحدوديه الاهدى امنيا. ليه؟ لان هناك في ترابط ما بين ابنائها واحفاظهم على البقعه الغاليه من ارض مصر. لاني انا بسمع على اماكن كتير من دون انت عايز ذكر اسماء ان فيها وفيها وفيها فيها، احنا عندنا محافظه دي بتختلف عن كده، لانهم بيحافظوا على البلد دي، لانهم حاسين فعلا انهم البلد دي وبيحافظوا عليها. فانا ارجو من المسؤولين ان ياخدوا في الاعتبار ان المكان الجامعه الافريقيه يكون في مركز الدخل. بشكر حضرتك. شكرا جدا يا فندم، شكرا.